إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم لكي نفهم تلك الآية الكريمة ونستوعبها جيداً، لابد أن نسقط تلك الآية على شخص من اليهود. فترى لي أمام عيني حيي ابن أخطب سيد بني النضير، فهو أكثر من تنطبق عليه تلك الآية الكريمة. كان حيي ابن أخطب من أعلم اليهود بالتوراة، وكان عنده علم نبي آخر الزمان وصفاته ونعته. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وعرفه حيي بن أخطب، كفر بآيات الله ولم يؤمن بها وصرح بذلك ولم يداري. سأله أخوه: أهو هو؟ يقصد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المذكور في التوراة؟ فأجاب: نعم. فسأله أخوه مرة أخرى: أتعرفه وتثبته؟ فأجاب حيي بن أخطب: نعم. فقال: فما في نفسك منه؟ فأجاب حيي بن أخطب وقال: عداوته والله ما بقيت. وكان يهود بني النضير يعيشون في المدينة المنورة في أمن وأمان مع المسلمين، حتى قاموا بمحاولة قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم جميعا من المدينة المنورة إلى خيبر. وهنا تأججت النار في قلب حيي بن أخطب، وقرر أن يستأصل بالقوة محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من المدينة. فماذا فعل؟ قام بجمع 10,000 مقاتل من قريش وقبائل أخرى، وكان هو السبب الرئيسي في نقض الميثاق بين بني قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم. ذاك هو حيي بن أخطب. والآن انظر معي وتأمل جيدا في الآية الكريمة، هل تنطبق عليه؟ بكل تأكيد كفر بآيات الله، وحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب الجميع على المسلمين في المدينة المنورة، وانضم حيي بن أخطب إلى بني قريظة في حصنهم. وبعد أن نصر الله عز وجل المسلمين في غزوة الأحزاب، كان حكم الله فيه بالقتل. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الكافرون المتصفون بتلك الصفات القبيحة بطلت أعمالهم في الدنيا وزال أثرها، لم ينالوا حمدا ولا ثناء من الناس في الدنيا، وكانوا على ضلال وباطل. ولعنهم الله وكشف أستارهم وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح الأعمال. ذاك في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ لا يقبل منهم عمل وليس لهم من ثواب في الآخرة. يا لها من حسرة لهم، بل كل يا لها من حسرات. وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.